طالعة بتاخدي العقل. شكرا. نحن اجتمعنا اليوم بناء على طلب رسمي تقدم للمحكمة مشان نكتب كتاب السيد حكمة كارجي وجميلة كرابوغا، ورح نبدأ المراسم بوجود الشهود والعروسين اللي قدموا الطلب. حكمة بيك، من دون ضغط من حدا على حضرتك وانت بكامل وعيك وبرغبة من حضرتك، تقبل الزواج من الست جميلة كرابوغا؟ بقبل. جميلة خانم، من دون ضغط من حدا على حضرتك وانت بكامل وعيك وبرغبة من حضرتك، بتقبلي الزواج من السيد حكمة كارجي؟ ايه بقبل. جميلة خانم وافقت على الزواج من حكمة بيك، موافقين تشهدوا على الزواج؟ موافقين. أكيد. وأنا بموجب السلطة الممنوحة إلي من القانون بعلنكم قدام الكل زوج وزوجة، ألف مبروك.